حلقتنا الثانيه من برافو مع الاستاذه وتفه بالعيد. باش نواصلوا الكلام تاعنا، قلنا جديد احنا وانت ما حبيتش نكتب الورقه الدوله متواصله. شوف فما كلمه قاعده تقال وبرشا ناس قالوها، قالوا سيبوا النهضه تحكم وحدها وخلينا نشوفوا نزيد نعطيوها 5 سنين. شو رايك بالموقف هذا؟ شوف اش معناها النهضه تحكم وحدها؟ بطبيعتها النهضه تنجمش تحكم وحدها، لانه خلينا نعاود نقول ونعرف الكلام هذايا يقلق الكل، ما نجبدوش نقولوا واش فيك كبشت فيه، لان وانا نعتبره سبب الداء، هي ما تنجمش تحكم وحدها، لان هي النظام الانتخابي ما عطاهاش اغلبيه، دونك هي لو نومبر دو الكراسي اللي جابتهم في مجلس 50 ولا 52 ما يخولهاش تحكم وحدها، اوتوماتيكمون يلزمها تحكم مع احزاب اخرى واطراف اخرى، وهذا الشيء اللي لازمنا نفهموه. واللي طونك ما بدلناش نقعدوا ديما نعيشوا معناها في هالازمات هذه، دونك هي ما تنجمش تحكم حدا. ما تنجمش. العباد يقولوا تحكي حدا. العباد يضحكوني اللي يقولوا خليها تحكم حدا، كيفاش تحكم حدا؟ هو القانون يقول لك ما تعدي مثلا حكومه الا ما تكون عندك 109. باش تعدي اصلاح ولا قانون تحب تعمل انت اصلاح مثلا صديق الصناديق الاجتماعيه تحب تعمل انت اي اصلاحات يلزمك على الاقل 109 كان مش الاغلبيه معناها الكبيره اوتوماتيكمون هذوك لازم تكون معك عباد اخرين تحكم. يبقى من بعد هنا شكون اختيار العباد اللي باش تحكم معاه؟ هذا هو الموضوع اللي نجم يطرح. هاو احسن مثل هو مثل تاع كنتي، المثال تاع كنتي في واحد من الاوقات انت كنت باش تكون وزيره تاع الشباب والرياضه وما نجموش الناس اللي يحكموا لانه يعني رئيس الحكومه في النظام هذا اللي موجود حالي ما ينجمش يحكم حتى في اختيار وزراء ولا في قيام بتحوير وزاري، لانه التحوير اللي باش يقوم به مجلس النواب لازم تعدى مجلس النواب، المجلس النواب بالتركيبه نتاعو ولا الموزايك اللي فيها نتاع مختلف الاحزاب لازم تكون هالاحزاب هذيك هي قادره باش تكون اغلبيه. نحن وصلنا في العام الاخراني نتاع 2019 الكل نتيجه للاحزاب السياسيه مع الاسف اللي هي ما عرفتش كيفاش تخدم، اللي هي ما طبقتش الديمقراطيه داخلها، اللي هي عملت اختيارات خاطئه، خليت الاحزاب هذيا تتحل، خليت الكتل داخل الاحزاب هذيا تتحل كيف كيف، دونك هالكتل هذيا في البرلمان ما عادش تنجم تعدي الاغلبيه و109 تخلي حتى التحويل الوزاري يتم. هذاك علاش انا نقول نقترح ومش مقترح نقول وجوبه. وعليه ترى اللي هي حاجه مش باهيه على مجلس النواب رئيس الحكومه باش يجي لا شوف هذيك سلطه تشريعيه يلعب كما يحب هو لا شوف تنجم تعمل عليه رقابه تخليه هو معناها تعمل نظام يعطي اغلبيه تتحكم تراقب رئيس الحكومه اما تخلي هالموزايك هذه هي تتحكم وما تخليكش انت تقوم بالاصلاحات ولا تقوم بالتوقيحات ولا تعدي مشاريع قانونيه وقتها تتسوى تتسمى فما مشكله. نحن المشكله لا يعيشك راه مشكله لا باقي ما لازم يخليني نوصل يعيشكم مطلوب انا الميساج هذا يوصل انتم بكم الصحافه وقت اللي باش تقولوه الموضوع هذا تقولوه بطريقه صحيحه. مانيش نحكي على الدور الرقابي للكتل داخل مجلس النواب على العمل الحكومي، نحكي على الاغلبيه اللي ما تتوفرش على خاطر ما فماش حزب ينجم يجيب 109 دونك اوتوماتيكمون الحزب هذاك لازم يتحالف مع زوج احزاب اخرين ولا ثلاثه صغار اللي هما عندهم اقل، دونك هذوكم الاحزاب ينجموا في بيسكو نحن عندنا هشاشه على مستوى الاحزاب السياسيه يعني وقت اللي الكتل معناها ما عادش كونستانت وما عادش قاره ما عادش قاره دونك تعطلك تعطلك على مستوى تمرير القوانين. انا مانيش نحكي على الدور الرقابي لمجلس النواب، الدور الرقابي لمجلس النواب محمود، لكن وقت اللي فما عدم استقرار داخل مجلس النواب اوتوماتيكمون هذايا عدم الاستقرار يؤدي الى هذايا عدم الاستقرار على المستوى الحكومي. وخليني نوضح نقطه هنا عندك الحق فيها، ماهوش النظام الانتخابي فقط المسؤول على هذايا، فما النظام الداخلي لمجلس النواب اللي فورسيمون يلزم يلزم يتبدل، الطبقات السياسيه اللي جايه داخل مجلس النواب لازمها تبدل، مثلا على مستوى السياحه الحزبيه، لانه زاد من الاشياء اللي تعكرت العمليه السياسيه وخلات عدم الاستقرار الحكومي وخلات الحكومات وقت اللي تخدم ما تقومش باصلاحات هي السياحه الحزبيه. السياحه الحزبيه معناها الكتل الكتل تتغير، دونك ما عادش عندك استقرار حزبي واوتوماتيكمون ما عادش عندك استقرار حكومي، ما عادش كيف كيف مجموعه من التوقيعات والخدمات اللي تخدم البيع والشراء في وسط مجلس النواب اللي صار في وقت من الاوقات اللي الناس الكل تعرف موجود مع الاسف هذا موجود الناس تبيع وتشري، لكن هذايا انا نقول كيفاش باش معناها ما نجموش الحاجه الوحيده اللي نجموا نحن نوقفوا بها العمليه هذه هو منع السياحه الحزبيه، معناها انت تم انتخابك في حزب معين تبقى معناها في الحزب هذاك ما تنجمش قانونيا كيفاش يتم منع لا في
النظام الداخلي في توقيت النظام الداخلي ينجموا يعملوا معناها يلقاو اليات اللي منع الامور هذيا باش تخلي استقرار داخل مجلس النواب اللي هو عنده انعكاسات مباشره على الاستقرار الحكومي. اخر نقطه باش نسالك فيها وانت تبكر تفهم مليح، فما مشروع تاع المحليات والجهويات وتصرفوا انتم في الجهه نتاعكم ونستناو مشاريع من عندكم، وهذه معناها الكلمه تاع ربما الفكره تاع الرئيس الجديد نتاع تونس قيس سعيد، شنو رايك فيها؟ شوف انا ما نجمش نعطي رايي لانه هو بيدو ما عطاناش وهذايا طلب يلزمنا نحن وللناس الكل طلبت منه كرئيس جمهوريه منتخب ان يوضح الفكره هذه، لانه هو قالها كفكره عامه ما عندناش حتى وانت ما تعرف في كل فكره فما دستور هو باش ينظمها والا معناها اذا كان فما تنقيح على مستوى الدستور ولا اذا كان فما قانون باش ينظمها ولا فما تنقيح دونك يفسر لنا شنو هي هذه هو اعطى هو ما فهمتهاش ونطلبوا منه التوضيح. هو انطلق من الجولات اللي قام بها من قربه، لانه هو الميزه يمكن اللي عنده سي قيس سعيد هو قربه معناها للمواطنين ولا للشباب، دونك يظهر هذه الفكره اللي قالوها له، الفكره اللي خرجت هو بيده من الزيارات نتاعو، لكن الفكره هذه يلزمها تتبلور، لانه نحن في دوله مؤسسه، لا هو ساعه قبل هو قبل هو الاداره اللي كنت تحكي عليها ولا هي اللي ربما يلزمها هو ينجم يعمل فيها مشروع سعيد، هو باش يعمل فيها مشروع قانون يبلور الفكره نتاعو كيفاش باش تتم العمليه هذيا، ومن بعد بالسوق باش تنتقل الى مؤسسه الدوله باش نشوفوا مدى مشروعيه ولا امكانيه القيام من عدمه. لكن حاليا هو فكره تظهر بالسوق، تظهر سعر غاف الى نجم نقولوا باع الى فوندو ان غاف، لك الشباب اللي معناها اللي مشى له il leur a vendu un rêve. Je ne sais pas. Franchement, elle a tawa, mais elle m'a donné les détails. نتاع شو اليات يعني كل فكره تنجم تحلم بها وي، لكن كي تولي في منطلق في مسؤول في الدوله الفكره هذيك باش ترجمها انت كرئيس جمهوريه في مبادره تشريعيه مع احترام بطبيعه الحال الدستور والقانون، اسكو يمكنك من القيام بهذايا ولا ما يمكنكش من القيام بهذايا؟ باش نختم معاك، يعني كيف تختم الحوار هذايا معنا؟ والله ما نتولش صعيب برشا نختم الحوار. انا نقول لازم الطبقه السياسيه تتحمل مسؤوليتها في الفتره هذه. يزي عندنا 5 سنين نتعاركوا، عندنا 5 سنين نسلموا في بعضنا، عندنا 5 سنين في التقزيم والاحزاب السياسيه والمسؤولين السياسيين. صحيح المسؤول السياسي يتحمل مسؤوليه، انا نقول نتحمل مسؤوليتنا في القرارات والاصلاحات الكبيره اللي لازم تتعمل، وعندي دعوه كيف للاحزاب هذه ما نجمش ما نقومش بها، للاحزاب اللي تسمي روحها الوسطيه الديمقراطيه الحديثيه اللي هي مع الاسف معناها كانت خيبه امل في انتخابات 2019، دعوه لهذه الاحزاب لانه سي كومبوزونت بالنسبه لينا اسانسيال لازمها تكون في المجتمع التونسي. المجتمع التونسي هو مجتمع متفتح على الخارج. الاحزاب هذه كاينه اندثرت هي مع نجم تقول تعيش في ازمه كبيره. في ناس ماهمش موجودين. اي ما هم شوف موجودين، المشكله موجودين كاشخاص لكن ماهمش موجودين كهيكل كمؤسسات. دونك دعوه للاحزاب هذوما لانهم ما نجموش نعيشوا المده هذه نتاع 5 سنين بدون هالقوى هذيا، دونك دعوه للقوى هذيا باش تنحي معناها العنطريه نتاعها والعنزه نتاعها وتقرب اكثر للمناضلين نتاعها وتحسن اداره الشان الحزبي المضيق باش يكون عندنا القوى هذيا في الفتره المقبله. ميرسي. شكرا. ساعة شكون هو؟ هو نتاعنا. ميرسي. إلى اللقاء. عايشك، ميرسي بوكو.